كلمات الرب المباركة: أثبتوا في محبتي. واللي قالها كمان تلميذه المبارك يوحنا الحبيب اللي قال أن الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. ومن هنا نفهم جوهر الحياة المسيحية. فجوهر الحياة المسيحية هو الاتحاد بالمسيح، والاتحاد بالمسيح هو بالثبوت في محبته. وعليه فناس كتير قبلت المسيح وأمنت بالمسيح واستلمت المحبة اللي بيعطيها الروح القدس عند قبول المسيح، ولكنها لم تكمل بالروح ولكن كملت بالجسد، يعني لم تثبت في المحبة، ومن ثم فقد فقدت خلاصها وفقدت هذا الاتحاد لأنها لم تثبت في المحبة. كل واحد بيقول لك أنا بحب المسيح، أنا بحب ربنا من قلبي. المسيح حدد يعني إيه بتحبني، ليست مشاعر ولا أحاسيس، ولكن من يحبني يحفظ وصاياي. طب وصاياي هي إيه؟ وهذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا. يبقى باختصار، اللي لن يثبت في المحبة لن يثبت في المسيح، واللي لن يحب أخاه لن يثبت في المسيح. بغض النظر بقى عن كل واحد رأيه في الموضوع إيه، ده رأي الإنجيل. ومن هنا فالموضوع لم يترك للآراء الشخصية، ولكنه وضع بتطبيقات محددة عشان تعرف السكة منين وعشان تعرف أنت فين. أول حاجة المحبة فلتكن بلا رياء. لكن لما تقول لي بقى هو ما يستاهلش المحبة اللي أنا اديتها له، استنى، هي المحبة دي المنتج اللي حضرتك أفرزته، ولا المحبة دي اللي أنت أعطيت إياها مجانا بلا ثمن؟ أنت بتدي محبة الله اللي الله اديها لك مجانا، اللي رواك بيها مجانا وقال لك خد نصيبك ونصيب أخوك عشان أنت تحيا بنصيبك وتدي الباقي لأخوك. احنا بنعتقد أن أنا بتصدق عليه بالمحبة. لا، المحبة مش فلوسك، المحبة عطية الله لأنها حياة الله. طب لا، أنا اديته برياء، ما اديتوش محبة. دي مش محبة الله. أمال دي إيه؟ دي محبة العالم، دي الأساليب بتاعت الناس. عشان كده نمرت واحد: المحبة فلتكن بلا رياء. ويعني إيه فلتكن بلا رياء؟ فلتكن كمحبة المسيح لأنها محبة المسيح، ولأن أنا واخدها من المسيح عشان أحيا بيها وديها لأخويا. ومن هنا فإن أول نقطة ينبغي أن نفحص قلوبنا ونتأكد هل محبتنا هي محبة المسيح وهي تطبيق عملي للثبوت في محبته، أم أننا نحب برياء. كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. يعني ما ينفعش إن أنا أبقى بحب المسيح وبحب الشر، أبقى كذاب، أبقى رياء. يبقى المعيار التطبيقي بقى ان انا ثبت في محبة المسيح ان انا بقيت بكره الشر. تقولي طب انا هعمل ايه؟ ما انا فعلا مش بكره الشر. يبقى انت لسه ما تكملتش في المحبة، وعشان كده مش بتكره الشر. كمل في المحبة، اثبت في المحبة. طب واثبت في محبة المسيح ازاي؟ حب اخوك، ابذل نفسك، تلاقي محبة الله انسكبت فيه. احتمل الصليب، احتمل الإهانة، واغفر من قلبك. روح المجد والله، محبة الله تنسكب فيه. طب امتلي من محبة الله ازاي؟ اهو التطبيق العملي. كل ما احب اخويا اثبت في محبة الله، كل ما احتمل اخويا
أثبت فيه محبة الله. كل ما أبذل نفسي من أجل الرب ومن أجل الآخرين أمتلي من محبة الله، وبالتالي تيجي محبة الله تزيح محبة العالم. إيه السبب اللي خلى القلب يكره محبة العالم؟ إنه قاعد يمتلي محبة الله فبقاش فيه مكان لمحبة العالم. محبة الله طردت محبة العالم، طردت الخوف، طردت الرياء، محبة الله طردت الكبرياء، طردت كل ما هو من العالم. إذن فالمحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، وادينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية. ودين بعضكم بالمحبة الأخوية، انت بتكرم محبة الله وبتكرم المسيح، وإلقي خبزك على وجه المياه فإنك ستجده بعد أيام كثيرة، وأن ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد أيضا، ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. ود أخوك ود أختك بالمحبة الأخوية، لأنك هتكرم الرب وتكرم المحبة، وحتزرع لنفسك رصيد هتحصده في يوم من الأيام. أحد أن أشكال التطبيقات العملية للمحبة، لودين بعضكم بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. كل واحد بيقول من منا يكون الأعظم؟ الرب قال لهم اللي عايز يبقى فيكم الكبير يجعل نفسه الصغير، أنا بينكم كالذي يخدم وليس كالذي يخدم. يجي صاحب العرس وينادي عليك ويعمل معاك اللي انت عملته مع أخوك ويقدمك في الكرامة، وهنا يصير المدح من الله، لأن المستعلي عند الناس هو رجس أمام الله، لكن اللي بيتشبه بسيده وبيغسل رجلين أخواته بيقدم أخواته في الكرامة من قلبه، مش افتعال، مش تمثيل، مش واجب. لا يبيت مدين، اللي هو مين؟ صاحب البيت. وده السبب انه تلاقي واحد عمال يتكرم، لانه قدم نفسه امبارح فبيتكرم النهاردة. هو عمال يكرم ماديا ومعنويا، ليه؟ لانه دفع اخر مليم في جيبه امبارح، لانه بذل كرامته من اجل طاعة وصية الرب امبارح. فبيجي صاحب البيت لا يبيت مديون، انت دفعت علشاني اخر جنيه في محفظتك، انا اغرقك فلوس، انا اعوضك، لا يبيت مدين. عشان كده الناس بدل ما بتمتلي من الكرامة بتمتلي من التجريح. عارف السبب ايه؟ ان مش كل واحد بيقدم اخوه في الكرامة، لكن كل واحد بيدور على كرامته على حساب الاخرين، وانه يشوف نفسه ويشوف شكله كده في الموضوع. يا اخوتي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. وان هذه المحبة المطبقة عمليا مع الاخوة هي التي ستؤول الى ان امتلئ واثبت في محبة الله بضمير صالح بغير الرياء، مقدمينها لفاحص القلوب ومعطي المحبة.